المغربي محمد ما يعديش تسويق قدارة ريمان نافيس البرتغالي يضرب ولا يبالي العمري هذه كرة السر الدوسري كرة جول ونوافس رايعة منه ويضيع توازنه أليكس تيس للنصر كرة بالراس نواس من سيكو فوفانا نافيس في التصدي ميشيل يعدي والحكم ماذا يقول رضوان جيد يقول خارج منطقة الجزاء اليوسع رايعة يا عويس يا محمد يا عويس مانويل ناير في العريم لعويتش كرة خطيرة رونالدو بالراس لكن خارج الإيداع كرة خيبري التسويب لمحمد العويس عبد الله خيبري يوسع برازوفيتش بقصية كرواتية ضاعت على نجم كريستيانو التسويب تريسكا اي 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 يعدي والمخالفة ثاني دو كوليبالي بالورقة انذار السنغالي سيكو فوفانا غريبة رونالدو وحده كان في القائم الثاني والعويص على الخط النهائي ولو ان هنالك لأن رضوان جيد المغربي يعطي ضربة الزرقاء لنادي الهلال مخالفة ضد ماني اللي اعتمد على المرفق الأرض ماركو يوانسا كرة جول كرة جول ميشيل ديلجادو الهلال بنورو يسجل حضوره ويسعد جمهوره الزعيم عبر البرازيل رونالدو اعتراف من علي البري اللي عنده انذار او أليكس تيس على طول لعويس اندرسون طاليسكا لعويس بطل الدور النهائي لعويس مالكوم ويدخل العمري وقد تكون الورقه الحمراء جزاء ماذا يحدث في الميدان ما هذا الجنون ما هذه الفنون الهلال معنويا الآن رونالدو هنالك رأي هنالك رأي عالية وغريبة مرة عجيبة وغريبة مالكو 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 والدفاع اكيد ستكون لنا عوده مع ضربه العالمي كريستيانو رونالدو كره خطيره كمان علي البني علي البني يخرج كره بالشباك بطريقه عالميه استماتة دفاعية نصراوية والمخالفة ضد رونالدو
الكرات لرونالد كاريو يوسف بالراس غريبة بالرديف.